مرحبا، الحلقة تبع اليوم هي مخصصة لمنطقة العيون، تحديدا لحتى تساعدنا على أنه نحصل على عيون متوازية أكثر. هو كتير طبيعي أنه ما يكون عنا عين 100% متطابقة مع الثانية. معظم الناس عندهم غير مختلف شكلها أو حجمها عن العين الثانية، وتمارين اليوم هي لحتى تساعدنا أنه نرجلج قد ما فينا العيون ونخليهم قد ما فينا يصيروا بيشبهوا بعض. أول حركة بدنا نعملها هي بدنا نكمش طرف عيوننا من الجهتين، نزيح بأصابعنا شوي ونطلع يمين وشمال. هلأ بدنا نحط أصابعنا فوق حواجبنا ونضغط نزول، وبدنا نجرب نرفع حواجبنا بس بأصابعنا، بدنا ما نخلي الحواجب ينرفعوا. هلأ يلي بدنا نعمله هو انه بدنا نشغل العين يلي منا dominant. هو اجمالاً كل شخص بيكون عنده عين اقوى من التاني، مش من جهة النظر بس، من جهة كيف بيستعملها. يعني مثلاً بحالتي انا بقدر علي هيدا الحاجب واستعمل هيدا العين اكتر، العين التاني ما بقدر علي الحاجب فيها، فهيدا العين عندي اياها dominant أكثر من الثاني، ومعقول تكون حتى حجمها إذا مندقق على المزبوط أكبر من العين الثاني. ففي حال لما تعرفوا أي عين عندكم عم تستعملوها أكثر من الثانية، هلأ بدنا نستعمل العين يلي ما عم تستعملوها منيح. فيلي بدنا نعمله بدنا نحط أصابعنا على العين الأقوى يلي عنا إياها، وما نخلي الحاجب تبعها يتحرك، وبدنا نجرب بالعين الثانية نرفع الحاجب. أكيد بنرجع بنمسد. آخر حركة بدنا نعملها هي سكواتس للعيون. بدنا نغمض عين ونرجع على الثانية، ولازم نلاحظ أي عين لما غمضناها كان أهين علينا نغمض فيها. يلي لقيناها صعبة إنه نغمض فيها بدنا نطول فيها أكثر. يعني أنا مثلا بغمض بهالعين بسهولة، بهالعين أصعب، سو بالنسبة إلي أنا لازم طول أكتر أنا ومغمضة العين اللي كان علي أصعب غمضة. هو الهدف من هيدي التمارين هي انه نتعود نستعمل الجهة يلي ما بنستعملها، لانه على قلة الاستعمال الجهة التانية يلي بنستعملها اكتر حتكبر اكتر وحيبين شكلها غير عن الجهة التانية. فلما نتعود انه نصير الجهتين نستعملهم قد بعض رح يبلش يخف الفرق، وعن نظر رح يصير شكلهم مثل بعض اكتر. اكيد خبروني اذا عندكم اي سؤال وبجيبكم باسرع وقت.